ازيكم، انا اسمي ساره عزيز ومعايا ماجستير في العلاج النفسي. عايزه اقول لكم ان بسبب الظروف اللي بنمر بيها وبسبب وجود فيروس كورونا، في اسر كتير جدا محطوط عليها عبء دلوقتي ازاي تتعامل مع ولادها وقت الضغط. وعايزه اقول لكم كمان ان بسبب وجود المدارس اللي ما بقتش شغاله، الولاد بقت زهقانه وبقوا فعلا عندهم طاقه مش عارفين يودوها فين، والموضوع دوت حاطط عبء وضغط علينا كلنا كاسر. عايزه اقول لكم ان في الفيديوهات البسيطه ديت هنقدم لكم حاجات بسيطه جدا ووسائل سهله تساعدكم وتقلل الحمل من عليكم ومن على اولادكم. عايزه اقول لكم ان حاجه من الحاجات اللي بتحصل مش بس ان الولاد دلوقتي بقوا بيقعدوا مع بعض وقت اطول، بيلعبوا وبيتخانقوا وبيتشقلبوا، بس في حاجه كبيره مش عارفه انتوا واخدين بالكم منها ولا لا. ولادنا دلوقتي بقوا مركزين في اللي بنعمله وفي تصرفاتنا وفي ردود فعلنا، مركزين قوي قوي معانا، وده هيفرق معانا في الفيديو ده النهارده. بس قبل ما اقولها عايزه افكركم بحاجتين. احنا كاهالي بنلعب دور كبير جدا في حياه ولادنا، بنحبهم حب غير مشروط، بنقبلهم، بنساعدهم يكونوا نفسهم رحله طويله. من ضمن الادوار دي بنلعب دورين كبار قوي. الدور الاول ان انا بلعب دور الفلتر، بفلتر حاجات ومعلومات عند ولادي بيسمعها حواليه او بتسمعها حواليها ممكن يكون متعارف عليها في المجتمع. والدور التاني المهم اللي بلعبه ان انا بكون مثال يحتذى به، بيقلدوني وبيشوفوني بعمل ايه وبيعملوا زيي بالظبط. وده الموضوع اللي انا عايزه اكلمكم فيه النهارده. ممكن نلاقي فجاه كده في البيت سيف قاعد وعمال يتامر على اخته سلمى الصغيره ويقول لها: سلمى تعالي هاتيلي كذا، جيبيلي كذا، اكليني، شربيني، اقفلي النور، وطي التلفزيون، علي التلفزيون. اوعى يا اب ويا ام تشوف الموقف ده وتعديه بالسهل. انتوا اول ما تشوفوا الموقف ده لازم تجروا جري على سيف وبالراحه من غير عنف وعصبيه، وتقولوا له: سيف انا واخد بالي يا حبيبي انك هاري اختك طلبات، عمال تقول لها تجيب وتودي وتسوي. ايه يا سيف، هو انت ما تعرفش ان اختك ممكن تبقى بتعمل اي حاجه تانية؟ ممكن تبقى قاعده بتذاكر، ممكن تبقى قاعده هاديه، ممكن تبقى قاعده بتلعب، ممكن تبقى بتقضي وقت مع نفسها. اديها مساحتها وخلي بالك زي ما انت بتطلب منها طلبات وهي كمان من حقها تطلب منك طلبات، لازم نبقى بنخلي بالنا من مبدا مهم قوي، ان احنا مع بعض في البيت بنشيل بعض. مبدا بنشيل بعض، كلنا بنشتغل مع بعض. هنا بقى دور الفلتر هيجي امتى؟ لما تسمع من ابنك سيف كلمه كده، لما يقول لك: ايه ده غريبه يا بابا، انا كنت فاهم ان دي حاجه البنات، دي الحاجات اللي البنات بتعملها. اوعى تفوت الجمله دي، جملة زي ديت لازم تقف قدامها وتفلترها وتقول: يا سيف ازاي يا سيف بتقول كده؟ انت عارف يا سيف ان الولاد والبنات زي بعض، كلنا في البيت بنساعد بعض وبنشيل مع بعض، انت تطبخ يوم مع مامتك، انا اطبخ يوم مع سلمى، انتوا توضبوا البيت يوم، احنا نوضب البيت يوم، بنقسم المهام علينا كلنا. درس من الدروس الكبيرة اللي لازم في الوقت دوت ولادنا يتعلموه. الحاجة التانية المهمة اللي هتحصل واللي هتساعدنا قوي ان احنا نشرح لهم دوت لما يشوفونا مثال بنعمل ده وبننفذه. فسيف وسلمى بيشوفوا ان احنا بنعمل ده مع مامتهم في البيت، فسهل قوي عليه يتعلم انه يعمله. سيف لازم يفهم ان هما متساويين، وانه زي ما بيلعبوا مع بعض وبينبسطوا مع بعض ما ينفعش يزعقوا في بعض، ما ينفعش صوتهم يعلى على بعض، وما ينفعش يضربوا بعض. كلها مبادئ مهمة محتاجين نعلمها لاولادنا في الوقت دوت. واوعوا تنسوا احنا بنلعب دور الفلتر ودور المثال. ولادنا ما بيتعلموش باللي بنقوله، ولادنا بيتعلموا من اللي بنعيشه. عشان كده خلي بالكم عايشين ازاي.